يا سلام يا سلام، كلام عجيب يا اللي أتعرف. كنا زمان وطين وبرندخل في خلاف وحوش ممدود في نص سرير وحبل غسيل مربوط في لستك والبطيخة بتحت الزير وتلفزيون بالبطارية بابورجاز فانوس تنوير وابونا اللي كان عامل حكومة لا هو موظف لا هو مدير كان يا الله بيكتب اسمه بالواسطات سووه غفير إلا العزة شفنا معاه تاريخ اليوم ما شافه وزير الله كان شقيان بيلقط رزقه وكان الموقف أبو جنزير ساعة يرجع شايل كيسه بنجر ننطط زي الطير بيرجع شايل السوق كله لا خلى خدار لا ساب جرجير ومرقت عظمة قد الكيس كيس الورق اسمنتي وجير إلا الناس دي قلوبها نظيفة يا سلام جيت الضيف بالفرحة تطير وابونا العامل يحلف يضبح عازم وراحه وغنمه كتير برج حمام فوق الحمام والسلم مربوط قصير كمان الأحلى فطور الجمعة السمكة جابه كبار وصغير ويما تقلب في الصينية وتديه دقيق وعلى التحمير أصل الجمعة دي كانت عيد وفيها ضيوف بيجونا كتير بساطة الدنيا وبرضو حالاتها كل ما يوم كان في تغيير بيدوا الزاد للسكن وجداد وجاهم ضيف رفعوا له سرير ما بنقول كان زمن الخير ده زمن الناس كانت بخير ده زمن الناس يا سلام يا سلام يا سلام.